ابتداء أهني الشعب العراقي وأهني أهلنا في محافظة نينوى بعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. الحقيقة أكو توجيهات من خلية الأزمة المركزية في بغداد حول ارتداء الكمامات من قبل سواق المركبات كافة، وأيضا الركاب أيضا ارتداء الكمامات، وتقوم مديريات المرور في كافة محافظات العراق بفرض غرامات فورية وحجز المركبات في حالة مخالفة التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا الخصوص. وأيضا هناك توجيه من السيد محافظ نينوى المحترم والسادة أعضاء خلية الأزمة في محافظة نينوى حول نفس القرار، وتوجيه الخلية المركزية الخلية الأزمة المركزية في بغداد وخلية الأزمة في محافظة نينوى حول ارتداء الكمامات وتطبيق تنظيمات تعليمات وتوجيهات خلية الأزمة بخصوص مكافحة الوباء. المنتسبين والمدنيين وحتى سواق المركبات الكبيرة وشاحنات أيضا مشمولة بهذا القرار، والقرار مو من صادر من مرور محافظة نينوى ولا مرور عامة، وإنما هي صادرة من خلية الأزمة المركزية، خلية الأزمة في المركزية في بغداد والمحافظات أيضا. بالنسبة لليك في القرار حضرت جوال في جول أخي، توجيه السيد المحافظ منع مبات لمنع تجوال في محافظة نينوى إلا الحالات الإنسانية، حالات المرض أو حالات خاصة تقوم ضباط المرور وضباط الشرطة المتواجدين في التقاطعات المهمة بترخيص الأخوة السواق المركبات الذين لديهم حالات إنسانية، وإحنا جادين في تطبيق القانون على الكل سواء عسكري أو مدني، إلا حالة إذا هو شخص مكلف بواجب أثناء إذا واجبه حصر.